يعني دول ياكلوا عيله كامله. تمام فكده خلصنا. اوه عمو العبيط اهو ما كلهم واقفين هنا ما بيختفوش. انا ابيض على ايه يا جماعه؟ ايه جامد؟ حاسس ان انا عازف في ذا ووكينج ديد مش في جي تي اي. انت ايوه انت ما تغيرش المحطه. هل نفسك تلعب العاب كتيره مختلفه بدون اي فلوس خالص؟ ايوه طبعا. يبقى انت جيت للمكان الصح. مع موقع جيم راوند تقدر تجرب العاب مجانيه لسه ما نزلتش بدون اي فلوس خالص. واو بجد؟ ايوه العاب تقدر تلعبها بصفر جنيه شامل مصاريف الشحن. كل اللي عليك تعمله ان انت تدوس على الرابط اللي موجود تحت في الوصف وتسجل في الموقع دلوقتي حالا. يلا مستني ايه؟ كل اسبوع في اربع العاب جداد وفي منها العاب مالتي بلاير تقدر تلعبها مع اصحابك. بس انا ما عنديش اصحاب. مش مشكله، في العاب كمان كتيره سنجل بلاير تقدر تجربها لسه ما نزلتش في السوق. لا ومش كده وبس، كل ما تعمل مراجعه للعبه من الالعاب اللي انت جربتها هتقدر تاخد نقاط اسمها جي بوينتس، والنقاط دي تقدر تبدلها بعدين بحاجات كتير زي سماعات مثلا. انا عاوز ماوس ليزر. خد اللينك اللي موجود في الوصف وسجل منه على الموقع على طول، ومين عارف ممكن تكون سعيد الحظ تكسب جوائز كتير بتكون موجوده على الموقع ده. شكرا يا عمو. العفو يا حماده، سجل في الموقع دلوقتي وغير المحطه براحتك. ايه رايكم في الحته اللي فاتت دي؟ ايه الاخبار الناس الحلوه عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده. ايوه النهارده ميمز واخيرا الحلقه دي انا مستني اعملها بقالي مثلا يمكن اسبوع ولا حاجه. انا كنت واعد نفسي الصراحه ان اول ما هنوصل 428 مشترك هقص الشنب ده كل ما اعمل هاها في فيديو ميمز، وعارف ان المقص ده صغير ما اعملش حاجه وانا مش هقص الشنب بالكامل يعني. بس بصوا المفروض ان انا لو عملت كده هقصد عشان ما اقصش نفسي بس اهو مش عارف باين ولا لا، بس في شويه شعر طلع في ايدي والله اهو. انا المفروض احط الشعر ده فين بقى؟ خليها جنب هنا. فالمفروض ان انتوا النهارده هتشوفوا شكلي بشع شويه من كتر ما احنا هنقص في الشنب بتاعي ده لو انتوا بتعرفوا تضحكوا يعني. فمش هتطول عليكم اكتر من كده. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك، لو مش مشتركين في القناه تشتركوا، ويا ريت بجد تدوسوا على اللينك بتاع جيم راوندر الموجود تحت في الوصف لان ده فعلا هيساعدني جدا اني نوعا ما ابجريد كبير قوي للجهاز. واستنوا الموضوع ده وبس كده خلينا نخش في الفيديو. اول ميم عندنا من محمد ناصر مصباح، لسه نزل طازه من اربع ساعات بالظبط ومحمد نفسه بيضحك عليه اهو ومش كاتب اي حاجه يعني، وواضح ان هو من ستريم ليتل نايت ميرز 2. فخلينا نشوف. وانا مش فاهم المفروض اعمل ايه، الدنيا باظت. صباح الخير. انا جيت. انا بضحك ليه؟ انا لا المفروض اضحك صح عشان اشيل الشنب. مبدئيا كده محمد ناصر هعمل لك الاضحكني اها، غير كده هنا نشيل حته من الشنب. فيديو تافه وانسان تافه وربنا يستر عليا عشان حاسس ان انا هعور نفسي. اها 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 اوعى تكون دي رحمه. ايوه انا ما اعرفش باين ايه دلوقتي بس اهو اهو والله بقادي شويه شعر من شنبي. محمد ناصر شكرا ليك. مين مضحك؟ هو انا عايزكم تضحكوني الصراحه، انا عايز اخلص من الشنب ده. اللي بعده عندنا محمد شريف برضه منزل ميم من اربع ساعات كاتب اللقطه دي مضحكه فشخ. انا عارف الطبق ده يا جماعه اللي مش بيتفرج على قناه بيستي ومنبه، اقسم بالله فايته كتير جدا والله العظيم. انا عملت في بيستي ومنبه طبق مكرونه بالبطاطس المحمره بالفراخ البانيه، الموضوع باظ مني خالص والله العظيم. لازم نشوف الحلقه اخرها. عموما خلينا نشوف ايه الميم اللي هو عامله ده. ده يتاخد للثمنيل لحظه واحده اهو ماشي، وبعدين هنروح واخدين الطبق ده كده ماشي هنحطه هنا لحظة واحدة. هو اللي حصل اللي حصل ده هو اللي حصل في اللعبة تمام. محمد الشريف انا هعملك احزني، هو انا ليه ما ينفعش اعمل رياكت؟ الو يا جماعة انا ما ينفعش اعمل رياكت لمحمد شريف اصلا. ايه الكلام ده والله؟ مش البيج بتاعتي دي اهو. الميم اللي قبلين عمل عليه هاها ده ما ينفعش اعمل عليه اي حاجة ليه؟ تمام محمد انا هقول لك شكرا هنا في الفيديو شكرا، ويا ريت تشتركوا في بيستي ومنبه عشان بيحصل فيها حاجات بشعة كده كتير. اللي بعده احمد حسن بيقول فيديو الطبخ، طبخ بيستي الحقيقي طبخ بيستي في اللعبة. اظن ان في ناس كتير منكم ما تعرفش اصلا انا بعرف اطبخ في الحقيقه، ولا شافوني بطبخ قبل كده ولا شافوا استريمات الطبخ عشان كانت قديمه من زمان. بس لحظه واحده بس، طب انا اعمل ايه طيب دلوقتي؟ اشيل من اي حته؟ عايزين نشيل حته كبيره. استنى كده اوعى بس يتعور نفسك. هو انا ماسك الشنب ولا ايه؟ ايوه اهي. الميم اللي بعده احمد حسن برضه بيقول بيستي هو عامل نفسه مش واخد باله انه بوظ الاكل. ما ضحكتش. بس مينا اكرم عزيز هنا بيقول له ايه يا جدعان الحوار؟ انت مش متابع مينا، فايتك بيستي ومنبه اقسم بالله، عايزين نوصلها 100,000 يا جدعان، اللينك تحت في الديسكربشن. اوكي عندنا مازن مجدي اللي ان شاء الله يكون سبب في ان الشنب ده يتشال شويه، كاتب بيستي في سترين كوابيس صغيره من وشين بيضحكوا ايه؟ ايه مش فاهم مني دي. مستني فيديو الميمز وده اول ميم ليا. سكرين شوت سكرين شوت سكرين شوت دي واضحه. لا دي مونيتايز. الحمد لله لحقت قبل ما اديها بالقلم. اضحكتني عم والله. استنى والله خد اللي اضحكني ايه اقسم بالله. استنى بقى استنى عايزين نشيل من هنا. ببص هنا يا جماعه عشان افهم بس، نشيل حته بقى كبيره من هنا بقى، عايزين حته تشونكي كده اهو اهو يوه. ايوه ايوه يا عم ايه المقص السكه الفكه ده اسمه ايه اسمها ايه السكه ده. استنى اشيل حته ثاني. استنى ما اتحسبتش دي ما اتحسبتش. استنى ايوه ايوه انا شلت زياده ولا متهيألي؟ تصدقوا اهي في بقعه.
لغايه دلوقتي الشعر كله بيتحط على جنب، انا مش عارف اطلعه لكم، بس هو ما... انتوا شايفين اصلا ان الشباب بيعمل لودنج تقريبا. الميم اللي بعده، بص بقى رؤوف بقى، بص رؤوف بقى والناس الحلوه بقى اللي لسه ما اشتركش قناه بيستي ومنبه يلحق اشترك عشان بيلعب كل يوم لعبه لمده نص ساعه بدون مونتاج. هاشتاج ادعم بيستي، انت برنس، انت ولا 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 خد قلب، ومع ذلك هقص حته من شاربي عشانك. كان اسمك ايه نسيته؟ رؤوف محمد، عشان خاطرك والله. استنى بقى عشان دي تتقص من النص بقى، دي لازم تتقص من النص. استنى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ايوه بس كده، بس كده اوكي، اهو والله والله كويس قوي. انا هكمل قص من هنا عامه قبل ما اوصل من هنا ان شاء الله. لا بس بجد برضو اشتركوا في بيستي ومنبه، موجوده تحت في الوصف. اللي بعده عندنا حازم شحاته بيقول، انا وصاحبي في منطقه سياحيه وشفنا واحد صيني عادي، انا وهو. ايه انا وهو؟ احنا كنا عنصريين كده في الحته دي. خد لي اضحكني يعني. نشيل حته منين بقى المره دي؟ نشيل حته بقى برضو من النص بس من الناحيه الثانيه، الناحيه اللي مش بشوفها دي ان شاء الله. ايوه ايوه، هو ماله المقص يا جماعه؟ هو المقص ده ماله والله؟ ما هو المفروض ان هو بيقص زي بتاع حلاقين والله. طب يمكن مثلا لو قصيت من هنا يبصت شويه، نعمل كده. قصيت حاجه ولا ايه يا ابني انت؟ يخرب بيتك والله. بصوا هو قص شويه، فانا اعتبره متقصه اهو. والله انا اجيلي طفح جلدي تقريبا من المقص ده بعد ما نخلص. الميم اللي بعده، الاهلوي بيقول، من ستريم بيستي النهارده 4K 1440p. مش اي حد هيفهم الحته دي، بس عامه الواد ده يعني كان المفروض ان هو بيحاول يضربني وانا واقف على الخط بالظبط. لطيفه، ضحكتني. خد اللي اضحكنا ايه. استنى بقى، انا لسه والله العظيم لسه موجوع من الناحيه دي، فخلينا نخش على الناحيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهو، هي الناحيه دي طيب معموله من الفلاز ولا ايه؟ ما كانتش بتتقص والله. بص ده قصه قد ايه، شايفين قصه قد ايه؟ والله حسام حسني بيقول لك، معلش علي الصوت شويه يا بايستي. فور بايستي، شايفين بايستي دي؟ ده الكرييتر كود بتاعي في ايبك. خلينا نخش على الميم. لما اهلك يسالوك عملت ايه في الامتحان، تو باد، بيقولوا لي انت كسبت. انا بضحك على افهاتي بجد، انا بقالي كتير ما عملتش ميم بصراحه. عامه خد الها، خد الها، واستنى انا تقريبا بتلكك عشان يشيل الشنب ولا ايه؟ لا بس هي كانت مضحكه الصراحه. بسم الله، نشيل الشنب من هنا. ايوه ايوه ايوه، والله الناحيه دي بتتقص، الناحيه دي مش بتتقص، ما اعرفش ليه، بس اهو الدليل اهو. ماشي كده خلصنا من شويه كمان من الشنب. انا شكلي بعمل ازاي والله ما اعرف، اقسم بالله. الميم اللي بعده، حسام مصطفى تاني، مش هو ده الاولاني؟ ايه ده، لا ده كان حسام حسني، ده حسام مصطفى. خلينا نشوف الميم. جامد مش الصراحة. خد يا سيدي الها. طب ما انت حلو بتضحك اهو، بتخلي الواحد يشيل شعره. وانا زهقت اصلا من كتر ما ببص. في شعرايه هنا مضايقاني، هشيلها. استنى انا شلتها، هي شعرايه واحده كانت مضايقاني والله شلتها عشان نطول في الفيديو. بس مين اللي بعده؟ عبنوب عاطف بيقول لك، لما اروح اقدم على شغلانه ويقولوا لي مؤهلاتك ايه؟ اوكي هو كده هيني كده ابنوب هيني كويس قوي. انت فرخه كويسه يا ابنوب. هو كان الفرخه في اللعبه اللي كنا بنلعبها مع متابعين. تمام، طلعت بتضحك يا ابنوب، فرخه كويسه وبتضحك كمان. اشيل بقى الشنب منين بقى هنا بقى؟ يعني مش عارف والله اشيل منين غير ما اتوجع اصلا. ايوه ايه ده، قصينا من هنا والله اهو، والله اهو. حلو قوي، جميل قوي. انت مش متخيلين الشعر هتش عامل ازاي؟ انا ما فكرتش كويس قبل ما اسجل الفيديو ده. الميم اللي بعده، مازن خليل تقريبا في عنده عاصفه في الصوره بتاعته، مش عارف في ايه، بس بيقول لك، ارجوك يا بيستي شوف الفيديو للاخر، زي بحبك جدا جدا من قلبي. ماشي يا مزون، خلينا نشوف. 500 رياكت، اوكي دي اكتر حاجه معانا النهارده، خلينا نشوف. شنابو يا شنابو يا مثبتهم يا شنابو. ايه يا اسطى، امال بحبك ايه وبتاع ايه والله العظيم. خليني اقص لك حته من شنبه يا شنبه، لحظه واحده. انا والله العظيم والله العظيم مش عارف ايه ده. عارفين لما يحصل حرائق في الغابات اقسم بالله شكلها عامل كده. لحظه واحده بقى. اها قصيت اهو. ماشي اللي بعده، عبد الله جمال بيقول، ايه بتاعت قروش، ما تخافش يا صاحبي انا بيستي، بس بعد ما حلقت تدعني. ما تعملش ميمز تاني، ما تعملش ميمز تاني يا عبد الله يا جمال، هديك اللي احزنني. لحظه واحده، ادي احزنني. الميم اللي بعده، عايز النفال بيقول، فيهم شنب من بعض. انا ضحكت على الكابشن اصلا. ايوه اخيرا حد عملها، انا ما كنتش عارف حد عملها ولا لا. انا كنت عملت لكم حاجه اللي على الشمال دي في واحد من الاستريمات، وقلت لكم اعملوها زي اللي على اليمين. دي تتحط في الثمنيل دي. لحظه واحده، قال لك 1440p 1080p. تاخد مني الها، انت واخد هاد كتير على فكره. الفكره كانت فكرتي، ها عشان بس نبقى واضحين. لحظه واحده، عشان والله ما الاقي حاجه امسك فيها اقسم بالله. استنى شيل من فين، شيل من فين والله. لحظه واحده، ايوه نفعت والله، مش عارف ابين لكم ازاي بس نفعت. شعيرات اهي والله. الميم اللي بعده، اياد تامر بيقول، ذير از نو كابشن، شكرا على ال1 كي. ايه ده، في ايه؟ المنظر ده انا عارفه وعارف اللعبه دي ايه كويس قوي. رقبتي وجعتني والله العظيم، انا بقيت لما بتخض في عرق كده بي 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 بي. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم.
وعليكم السلام. القاضة دي كانت بنت لذينة. القاضة دي كانت بنت لذينة. خد الهوا يلا. استنى يا عم، استنى يا سيدي، استنى يا ريس. شلنا حاجة ولا ايه؟ والله ما اعرف والله. هو تقريبا ما بقاش في حاجة تتشيل. لحظة واحدة، نشيل من هنا من النص. اوكي، قصيت تلات قصات اهو. انا عارف ان ما بقاش في حاجة بتتشال من وشي، بس قشطة. اللي بعد، بص، هو انا عاجبني جدا الفوتوشوب يا مروان جندي، بس ما ضحكتش مش عارف ليه، بس انا فعلا شكلي صاحب محل عصير والله العظيم. خد القلب عشان بحب الصعيده. الميم اللي بعده، طبعا عندنا بقى شويه تشبيهات كده بالشنب. يعني مثلا عندك ان انا الراجل ده المفروض بدل ما انا الراجل ده، عندك ان انا الراجل ده بدل ما اكون الراجل ده، عندك ان انا الراجل ده بدل ما اكون الراجل الطيب ده. يعني في روشه كانت بتحصل في موضوع الشنب، بس الصراحه خلاص يعني الميم مات. هو مات في الفيديو ده تقريبا. الواد محمود صبري بقى المودريتور كاتب بيست ابن سوهاج البار وحط الصوره دي. ففي ناس ردت على صبري وقالت له هي الناس بتاعت سوهاج مالها يعني. والفكره بقى هنا انا قعدت افكر، هو ليه عيب ان انت تشبه اهل سوهاج بيا؟ مش فاهم والله. يا جماعه على فكره الصعيده دي مش حاجه عيب، دي حاجه تشرف جدا اقسم بالله. عندنا ملك مصطفى كاتبه ماي ارت وحط الصوره ليا، لذيذه الصراحه، فانا عمل لها ال حاضن قلب. عندنا ابانوب صلاح بيقول لك بيستي والبيتزا، يا ريت يعجب بيستي ويعجبكم. هزعل يا بيستي لو مش فاكرني في ميت اب اسكندريه ونزلت صورتي معاك في فيديو تشويه المتابعين. فاكرك طبعا يا ابانوب، بتتكلم في ايه؟ لا بجد فاكرك والله. خلينا نشوف كده الميم. بسم الله. انا عرفت، انا مش عارف اركز ليه يا جدي، انا عارف عيبي، انا بصراحه جعان وعايز اتعشى. هتع ومحدش فيهم ياكل معايا. محدش هياكل معايا. اتفضل. الله، ابو صلاح ابن الناظر. كل الناس عايزه تقول لنا احنا كمان قاعدين وبتاع. الدليفري لما وصل لفيستي صدقني بص انا ماشي وراه ازاي. انا خلاص، انا كده مش محتاج منكم حاجه. صحيح، انا كده ممكن ابقى نازل معاكم عادي. انتوا اصلا متابعين اي كلام وما ضحكتني، ضحكتني والله. خد الهاها اهي، ده لسه في تكمله للميمز، بس خلي اللي عايز يشوفها بقى يدخل على الجروب. وخلينا نقص حته مش هم. ايوه حلو ده والله، قصيت حبه حلوين والله. هو باين اصلا على وشي على فكره. شكرا لابنوب. الميم اللي بعده، محمد ان محمد بيقول كان قصدي متابعه بس صدمه البيتزا هات خلتني مسطول. ايه في ايه؟ بيستي، تخيل يا برو جالي بيج بوكس من بيتزا هات وما جابوش معاهم بيبسي، متابعه غلبان. ده ضحكتني الصراحه. خد الها اهي ونشيل حته كمان مش هنده. المشكله ان انا ما قداميش ملايه، مش عارف شلت ايه وما شلتش ايه. اه اوكي حلو قوي ده كده، تمام ولا ايه؟ عمرايه عمرايه. اه الميم اللي بعده، محمد ان محمد تاني بيقول ومعانا الاخ بيستي عايز يتغدى، هاشتاج فيد بيستي. طب يا عم ها تاني يا عم. مشكله الموضوع بقى مؤلم اكتر ما هو بيضحك يعني. لحظه مش لاقي حاجه امسكها والله، ما لاقي حاجه امسكها. اهي اهي اهي، في حته اهي. بص يا سيدي، الحمد لله. الميم اللي بعده، كريم احمد بيقول البنات، البنت الاولى بتقول انا مش مصدق ان هو ما عيطش في فيلم تايتانيك، البنت الثانيه بتقول لها هو اصلا الرجال عندهم اي احاسيس؟ الرجاله بقى شافوني انا واسماعيل قعدوا يعيطوا. خد الها خد الها. الناس ما تعرفش انا واسماعيل رجعنا نتكلم مع بعض تاني وبتاع، مش عارف ازاي اصلا الصراحه. وبدانا نسجل مع بعض تاني، بس انا عشان ما بلعبش العاب كتيره دلوقتي فلسه ما نزلتش معاه حاجات في القناه. لحظه واحده كده. ايوه اه، ايه ده؟ مقص غدار اقسم بالله، مسك في داني بدل ما يمسك في شنبي. الميم اللي بعده، زياد محمد بيقول ملخص ستريم امبارح سكروتينايز. طبعا ما كانش امبارح، ده كان من شهر ولا من 7 يناير اصلا. خلينا نشوف. دي صح دي صح دي صح. انا عايز ابص على الكاميرا تاني بس. في حته كده بيشد عندي في الاكل هو كده مفتوح. حلو حلو. عامة اللي مش فاهم ايه اللي فات ده، هو انا في استريمات الرعب بخلي اللي يعمل دونيشن يخضني، وحسب الدونيشن قد ايه بيخضني اكتر واكتر، فالناس بتتسلى عليا. خد يا ابني الهاها وخليني اقص حته كمان بالشنب. نص كده قصيت تقريبا والله اعلم. اللي بعده، علي خالد زهره بيقول رسمية البيست يا رب تتقبل وبيست يشوفها. حلوه قوي حلوه قوي يا علي والله، اقسم بالله حلوه قوي قوي. خد القلب، استنى خد القلب اهو. لا خد الحض. اظن كده خلاص الميمز خلصت يا جماعه، وبالتالي فالشنب هيقف على كده. طبعا هظبطه يعني، بس هيقف على كده دلوقتي. خلينا اقفل الفيديو. وده كان ستريم النهارده، اتمنى يكون عجبكم. مين البيبي فيس ده؟ كده انا ظبطت دقني خلاص، دخلت جوه عملتها شويه بس عشان اقفل الفيديو بطريقه نظيفه شويه، فخلاص الشنب راح. شكرا لكم جدا، 428000 مشترك. انا عارف ان هو رقم ملوش اي لازمه خالص ولا فرق مع اي حد في اي حاجه، بس انا قلت بما اني خدت اجازه شويه فنكشكم بحاجه كده تخلينا نرجع مع بعض، ايه نصحصح القناه تاني وبتاع. القناه كان ممكن تموت مننا، بس احنا عملنا حاجه كويسه ورجعناها تاني، وهي عماله تجيب فيوز من اول تاني اهو. وزي ما انتم شايفين انا بنوع شويه بقى، كتير ما بلعبش جيمز وكده، بلعب الجيمز على قناه بيستي، ومنبه اللي موجوده تحت في الوصف او في قناه الاستريمات. وبجد انا شاكر لكم جدا يعني، لغايه دلوقتي رحله جميله جدا في يوتيوب، وحاسس ان احنا هنوصل نص مليون قريب ان شاء الله لو كملنا على كده. ولو كلكم قعدتوا تنشروا الفيديوهات بتاعتي، ابعت الفيديوهات بتاعتي بقى لاصحابك في واتساب، قول لاصحابك اللي في المدرسه، قول لاصحابك اللي في المنطقه، ايا كان. وبس كده، لو حابب تدعمني كمان زياده سجل في موقع جيم راوند من تحت في الوصف، وهيفيدك صدقني والله العظيم. وغير كده كمان اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو مش مشترك، واشترك في قناه بيستي ومنبه او في قناه الاستريمات اللي يريحك. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.
ودعني شنب. سلام استوي.